طب ما انت نجرب عايزه مع بعض دلوقتي كده نشوف تمرين. دلوقتي اوكي طيب ماشي، ناخد اول تمرين مثلا نغمض يلا. علينا. نفك انا جاهز. اوكي تغمض على طول. انا جاهز، عايز اضحك من قلبي. ناخد نفس عميق، انسى كل الناس حواليك، وعايزك تدور جوه عقلك على بوكس. البوكس ده موجود فيه كل المواقف اللي كان فيها ضحك، بس بشرط لما تلاقي الموقف اللي بيضحكك قوي مش عايزك تضحك خالص ولا نبتسم خالص، وما تضحكش على ضحك حد، وطلع موقف ورا موقف ورا موقف. ممكن يكون شخصيه كرتونيه، ممكن يكون موقف كوميدي في فيلم، ممكن اكون شفت حد من صحابي بيقع فضحكت عليه، ممكن يكون حد بيضحك جنبي فبضحك معاه، ممكن يكون الشيف حسن مثلا بيضحك فانا بضحك على ضحكه. ممكن تضحكي عادي. انا بضحك هو بيضحك ليه؟ ما هو ده في فيلم كوميدي. بس ممكن نرجع تاني. يا نهار ابيض، طب اقول لي اللي بيضحك كده ممكن تضحكي يعني. هو اكيد شاف موقف لازم يتكلم عليه. لا ده في ناس احنا عندنا هنا كوميديانات درجة الاولى. بس هو بيبقى في جروب بتاع مديتيشن، فلما بمجرد ما حد واحد بس بيضحك انا بدات اسمعه وبدات ابتدي الباقي كله بيضحك معايا. صحيح كيف نفسي اعرف قال لك ايه. طب جميلة والله، بس جميلة والله، خرجت بره الاطار خالص. جميلة، لا فعلا جميلة. طيب هنا انا بس التمرين حلو بس محتاج فيه مساعدين. ما هو ممكن يكون عشان الاضاءه والكاميرا وكده انت مش بتستدعي مواقف معينه، انا عايزاك تستدعي موقف معين. طب تمرين تاني. عارف ان في ناس بتضحك في تمرين تاني. تمرين تاني يا مصطفى. هقول لك تمرين تاني. اوكي ماشي، انا هطلب منك طلب انك تضحك ضحكه شريره. ازاي الشريره دي؟ وهي تضحك الضحكه الطبيعيه بتاعتها. الضحكه بتاعتها انا ما اعرفش ضحكه شريره. وبعدين هنتخيل. انا طول عمري طيب قوي. قوي. فما بعرفش الضحكه الشريره تيجي ازاي دي. تخيل زرار ده. ايه ده؟ ما بتشوفهاش في الافلام؟ الضحكه الشريره لما الكرسي الاسود بيلف. أيوة بيلف كده. بس عايزه لازم سيجاره. اعلى 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 كمان. عايزك تضحكي الضحكه بتاعتك الطبيعيه بس بصوت. ما هو دي ضحكتي. مفيش المسحوبه دي؟ لا ما عنديش. فانا ممكن انا ادفع نفسي ان انا اضحك باي صوت كده. لان معظم الناس اللي هي يعني شريره متقطعه. ايوه بالظبط كده. الله فنان. انا بقول له يمثل مش راضي. التاتش بتاعه بيه. يلا مستني اهو. اللي بعدها عمال تضحك. اللي بعدها انت استدعيت الضحك خلاص. معظم الناس بتشوف ان الضحك اصلا هو حاجه ان الشخص اللي بيضحك. انت عارف انا حطيت حسني في البوكس؟ حسني وانا بضحك. حسني في لحظه بس. حطيت حسني في البوكس وبعدين عشان استدعيته بقى. استدعيته بقى ولا استدعيته قلت خد يا ابني كسبني وجري. خد يا ابني بتقول لنا يعني ولا ايه؟ احيانا